إثيوبيا توجه رسالة خطيرة إلى مصر والسودان بعد اكتمال الملء الثاني لسد النهضة وعاجل ضربة كبرى من الداخلية المصرية والأمن المركزي. وعاجل الرئيس السيسي يصدر قرارا بجمع مدينتين في مدينة واحدة. وسب قيادات الأوقاف المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي القبض على إمام مسجد بالشرقية. في البداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى، صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار. اللي بيحب مصر ووطني يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل ضربة كبرى من الداخلية المصرية والأمن المركزي. قوات الأمن المصرية تمكنت من إعادة الأمن لمركز قوس جنوب محافظة قنا بعد أن فضت اشتباكات بين أهالي قريتين. وتلقى أمن قنا إخطارا من مركز شرطة قوس بوقوع اشتباكات بين أفراد من قريتي الحراجية والكراتية أسفرت عن وقوع عدد من المصابين. انتقلت قوات الأمن المركزي لموقع الاشتباك وتمت السيطرة عليها، وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. مصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وإثيوبيا توجه رسالة خطيرة إلى مصر والسودان بعد اكتمال الملء الثاني لسد النهضة. قال عضو فريق التفاوض الإثيوبي في سد النهضة يلما سليشي إن الملء الثاني لسد النهضة أزال الالتباسات التي أثارتها مصر والسودان فيما يتعلق بتأثير السد على دولتي المصب. سليشي أضاف إن استكمال المرحلة الثانية من ملء السد هو فصل كبير لتحقيق الأهداف النهائية للمشروع. أشار إن الجولة الثانية من ملء السد إنجاز كبير ولها دور في إزالة الالتباسات التي أثارها بعض الفاعلين الدوليين ودولة المصب بأن إثيوبيا لا تستطيع ملء السد بنجاح. سليشي أكد إن الانتهاء من الملء الثاني أثبت أيضا التزام إثيوبيا طويل الأمد بإنجاز السد دون الإضرار ببلدان المصب. أضاف إن السد الذي يتم بناؤه من قبل الموارد الخاصة للإثيوبيين أوشك على الانتهاء، حيث تم الانتهاء من أكثر من 80% من إجمالي البناء. وأشار إلى أنه بمقاومة الضغوط التي فرضتها مصر والسودان وحلفاؤها على مدى الأشهر الماضية وصلنا إلى المستوى الحالي بالتزامنا الكامل بكافة المسؤوليات، داعيا المصريين والسودانيين إلى البدء في تحليل حقيقة أن الملء الثاني للسد لم يتسبب في أي ضرر كبير لدولهما، ودفع حكومتها لتعزيز التعاون، حيث أن سد النهضة لديه الكثير من الفوائد لدول المصب خاصة والمنطقة بأكملها. وأعلنت إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة ووجهت رسالة طمأنة لمصر والسودان بأنه لن يلحق بهما أي ضرر، وأن تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتبريد المياه. من جهتها تحدثت وسائل إعلام مصرية عن فشل الملء الثاني لسد النهضة وفق المخططات الإثيوبية، فيما أعلنت السلطات السودانية رفض إجراءات إثيوبيا الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع. مصدر معنا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية، وبقول لحضراتكم فعلا إثيوبيا فشلت في عملية الملء الثاني لسد النهضة، حيث كانت يعني تقرر ملء خزان سد النهضة ب 13 مليار متر مكعب من المياه، والآن خزان سد النهضة في مياه من 6 ل 7 مليار متر مكعب، فده ما كانش المخطط لإثيوبيا. يعني لو كانت ملت 13 مليار متر مكعب كان الأمر هيكون يعني كارثي، ولكن يعني مصر عندها علم بكل شيء، وعاوزين نثق جدا في القيادة السياسية لأنها بعثت برسالة طمأنة للشعب المصري، ولازم كلنا نثق في الرئيس السيسي لأنه عنده كل المعلومات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، واخدين عهد من الرئيس السيسي بالحفاظ على مياه
النيل في مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا. وعاجل السيسي يصدر قرارا بجمع مدينتين في مدينة واحدة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضم مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة. واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي لمصر امتدادا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا، وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية، وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة. رئيس عبد الفتاح السيسي تابع أيضا مشروع القوم العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل الدلتا الجديدة، واللي بيهدف لزيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع 1,000,000 فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية. ويضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر، كما يضم قطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية ومطار العلمين الدولي ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة لمحافظة مطروح. ومن ضمن المشروعات الأساسية أيضا لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة 50,000 فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية البحرية للعلوم والممشى السياحي على الكورنيش بطول 14 كيلومتر والمنطقة المركزية وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي 2,000,000 نسمة. مصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. نستفيد من هذا الخبر أن الرئيس السيسي أصدر قرار بجمع مدينة مارينا لنطاق مدينة العلمين الجديدة، والرئيس السيسي طلع على المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي في مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتظر إن شاء الله من الرئيس السيسي المزيد من المشروعات وتنفيذها، لأن إحنا يعني في أيام الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك يعني كنا بنعمل مشروع كل 10 سنين. اللي حصل في مصر آخر 6 سنين يعني لو كان حصل في عهد الرئيس محمد حسني مبارك كان هيتنفذ في 60-70 سنة، وطبعا هذا الأمر مش هينفع في ظل الزيادة السكانية في مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وسب قيادات الأوقاف المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي القبض على إمام مسجد بالشرقية. أوقفت أجهزة الأمن المصرية بمديرية الشرقية إمام مسجد نشر أخبارا كاذبة وسب قيادات وزارة الأوقاف عبر حساب باسم مستعار على فيسبوك، يعني حساب فيك. ورصدت لجان المتابعة بمديرية أوقاف الشرقية حسابا على فيسبوك بعنوان الإمام المظلوم يقوم بنشر أخبار كاذبة تتضمن بعضها سبا وقذفا لقيادات الأوقاف. وتم إبلاغ مباحث الإنترنت حيث أسفرت أعمال التحري والفحص الفني عن الكشف عن أن الحساب مزيف وأنشأه إمام وخطيب من إدارة أوقاف فاؤوس بالشرقية بغرض تشويه سمعة قياداته. وباشرت نيابة الزقازيق بالشرقية التحقيق مع الإمام المذكور بالتهم الموجهة إليه. مصدر معنا كان من RT. بترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.